ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثر فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أغناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لأرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بذر لا تغني عني شفاءتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت من ربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مؤضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر ذلك تقدير العزيز العليم
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذرية في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتأزوا اليوم أيها المجرمون، ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضلنا منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تأكلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. استوحى اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لتمسكنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لتمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمر نقص في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه شعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينزل من كان حيا وهق الكون على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مؤزرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلق
خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم كل أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تعتق العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تهبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطية أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك
وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم أسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وأظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب كهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي، كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلايا قلت، وكم من إثار وقيت، وكم من مكروه دفعت، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وهبس لي النفع بؤد أعمالي وخذتني الدنيا بغرورها ونفسي بجهانتها ومطالي. يا سيدي، فأسألك بعزتك ألا يهجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما أملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأهوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور يتوفى. إلهي وربي، من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما ائتمات فيه هوى نفسي ولم أهترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما هوى وأسأله على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد وجود عندك وخالفت بعد أوامرك.
فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاك، وألزمني حكمك وبلاك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مضعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري. وإدخالك إياي في ساعة رحمتك، اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وفاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من توى عليه قلبي من معرفتك، وليج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تباعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، ولا ألزن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادها، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مضعنا، ما هكذا الذن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء كثير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك،
فهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الهكيل المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، هي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته. فلئن سيرتني للأقومة على مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي أفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأدجن إليك بين أهل هذا جيج العاملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين. ولو ناديينك أين كنت يا ولي المؤمنين؟ يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وضاقت عن عذابها بمعصيته، وحبس بين أتباكها بجرمه وجريرته، وهو يذج إليك ذجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورافتك ورحمتك؟ أم كيف تولمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يوركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أتباكها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملته به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك، وقضيت به من إخلاد معانديك، لا
لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك كنت مبتدئا، وتطولت بالعنام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسكا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي هتمتها وهكمتها، وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررت، وكل جهل عملت كتمته وأعلنت، أخفيته وأظهرت، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جواره، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم، والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت، وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت، أو إحسان فضلت، أو بر نشرت، أو رزق بسطا، أو ذنب تغفر، أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي، يا من بيده ناصيتي، ويا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي. أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا، وبخدمتك موصولا، وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أهوالي، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب. قو على خدمتك جواره، واشدد على العزيمة جوانه، وهب لي الجد في خشيتك، والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أصرح إليك في ميادين السابقين،
فأسرع إليك في المبادرين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك ودنو المخلصين، وخافك مخاف الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارد، ومن كادني فكيد، واجعلني من أحسن عبادك نسيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخسهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، وعطف علي بمجدك، وأخذني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني أثرتي، وبفهم زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرت بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. Please raise your hands. فإليك يا ربي نسبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فإليك يا ربي نسبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبإزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقام، يا نور المستوهشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Respected Malim, elders of our community, and brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is Thursday, 20th of December, eve of the 12th of Rabi Athani, 1440 Hijra. Please can you recite a surah Fatiha for kul marhumin, al Fatiha. Reminder for upcoming programs. On Friday, the 21st of December, Salatul Jummah program will start at 12:06 p.m. On Sunday, the 23rd of December, Salatul Fajr will be recited at 7 a.m., followed by a short lecture and breakfast. May I now please ask everyone to recite Allah Salawat and invite Malim to the minbar. Salawat.
request to recite. There is a request to recite five times Amanyojibu for Sultan Datu, who has been is ill in hospital. If you can all join with me and recite together, please. Bismillahir Rahmanir Rahim. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله 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 الفاتحة شفاء مرضى. محمد وآل محمد صلوات. برباد ہوا باغ نبی دور خزاں سے افسوس سفر سید بے کس کا جہاں سے شبیر لیے جاتے ہیں بے شیر کو رن اللہ بچانا انہیں دشمن کی جفا سے ایک پل میں وہ اصغر کا گلا چھید کے نکلا وہ تین جو نکلا کس ظالم کی کما سے بچہ کفن و غور کا محتاج پرا ہے چادر کفن دوں میں کہاں سے کس دل سے نکالی شہ دل گیر نے برچھی لپٹا تھا کلیجا علی اکبر کا کما سے شبیر چلے کہتے ہوئے ہائے رے قسمت وہ تیر پرا مشک سکین ناپے کما سے صلوات بر محمد و آل محمد. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم مصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم صلوات على محمد وعلى محمد یہ آیت میں پڑھا سورۃ الزمر ہے چیپٹر 39 آیت نمبر 10 اللہ قدرت فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو ان کا بھرپور بے حساب بدلہ دیا جائے گا آیت میں صبر کرنے والوں کے بے چین اور درد مند دلوں کو تسلی دی جا رہی ہے انہیں تسکین دی جا رہی ہے تاکہ ہجوم مصائب سے وہ کہیں گھبرا نہ جائے مشقت سہتے سہتے وہ کہیں اکتا نہ جائے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے اور یہ نہ سمجھے کہ ہم درد و مندوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ نہ خیال کرے کہ ہم مصیبت زدوں کی مشقتوں کی کوئی داد دینے والا نہیں ہے کوئی قدر کرنے والا نہیں ہے اجر دینے والا نہیں ہے لہذا آیت نے بڑھ کر درکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا زنہار مایوس نہ ہونا بد دل نہ ہونا بلا ہم سے بڑھ کر تمہارے قدر کرنے والا کون ہے تمہیں داد دینے والا کون ہے تمہیں اجر دینے والا کون ہے سنو صبر کرنے والوں ہی کی تو اس کا بھرپور اور بے حساب بدلہ دیا جائے گا صلوات بر محمد وآل محمد ایک مقام پر نہیں لیکن قرآن میں تقریباً 70 مقامات 70 times in the Quran it is mentioned 70 مقامات پر صبر اور صبر کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے کبھی ان کو ہدایت یا فتح بتایا گیا ہے اولئک هم المهتدون کبھی ان پر صلوات بھیج گئی ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم اور کبھی یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ خود صابروں کے ساتھ ہے ان اللہ مع الصابرین آخر صبر کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے دو ایک مقام پر نہیں بلکہ 70 مقام پر اس کا تذکرہ اور وہ بھی معمولی لفظوں میں نہیں بلکہ بڑے شاندار الفاظ میں سنیں حضرت صادق آل محمد صبر کی اہمیت کو یوں ظاہر فرماتے ہیں الصبر من الایمان بمنزلت الراس من الجسد کیا معنی ہے صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسم میں ہوتی ہے فَإِذَا زَحْبَ الرَّأْسُ زَحْبَ الْجَسَدُ كَذَلِكَ إِذَا زَحْبَ الصَّبْرُ زَحْبَ الْإِيمَانُ کیا معنی ہے بس جس طرح سر گیا تو سمجھ لو کہ جسم بھی گیا اس طرح صبر گیا تو سمجھ لو کہ ایمان بھی گیا اگر صبر نہیں ہے لہذا ایمان کی بقا کا دار و مدار صبر پر ہے جس شخص میں صبر نہیں اس میں ایمان نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ
جب حضرت نے پوچھا گیا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول کا پوچھا گیا یہ تو فرمائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں, تو آپ نے فرمایا صرف ایک شبد صبر کا. الغرض صبر کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے حضرت صادق علیہ محمد کا ایک اور اشعار بھی سن لیجئے. آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندے مومن قبر میں اتارا جاتا تو نماز اس کی دانے پہلو میں اور زکوٰۃ بائیں پہلو میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے, اور اس کے اعمال نیک اس کے سر پر سایہ کر لیتے ہیں, اور صبر بڑے سکون و وقار کے ساتھ الگ ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے. پھر جب سوال کرنے والے دونوں فرشتے آتے ہیں تو صبر اپنی جگہ سے نماز زکوٰۃ اور اعمال نیک کو آواز دیتا ہے کہ دونکم صاحبکم, تم اپنے صاحب اور مالک کو بچانے کی کوشش کرو. فَإِنْ أَجَزَتْتُمْ فَأَنَا دُونَهُمْ, جب تم عاجز آ جاؤں گے تو میں اسے بچا لوں گا. غور کیجئے قبر کے اس نازک ترین موقع پر جہاں بالکل بے کسی کا عالم ہے, صرف انسان ہے اور اس کے اعمال ہے, زکوٰۃ ایک طرف ہے, نماز وہ نماز کے جس کے لیے یہ ہے کہ ان ردت ردت ما سوا و ان قبلت قبلت ما سوا, اگر یہ رد ہے تو تمام اعمال رد, اور اگر یہ قبول تو سارے اعمال قبول, وہ بھی ایک طرف ہے. اور ایسے موقع پر صبر کا یہ دعا دعویٰ ہے کہ اگر تم سب سے اس بندے مومن کا کام نہ چلا تو میں اس کو بچا لوں گا, یہ بتاتا ہے کہ صبر کا کیا درجہ ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. صادق آل محمد پھر ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے روز کچھ لوگوں کا ایک گروہ قبر سے اٹھ کر سیدھے جنت کے دروازے پر پہنچائیں گا, اور زنجیر پر کھٹکھٹائیں گا تو دار ہو گئے جنت پوچھے گا کون ہے کون, یہ لوگ جواب دیں گے ہم صبر کرنے والے ہیں. پھر ادھر سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم لوگوں نے کس بات پر صبر کیا تھا, یہ لوگ پھر جواب دیں گے کہ ہم لوگوں نے عبادت الہی میں سختیاں اٹھائی تھی, گناہوں سے بچنے میں تکلیف ذیلی تھی اور اس طرح صبر کیا تھا. تو آواز غیب آئیں گی دارو غیب جنت, یہ لوگ سچ کہتے ہیں انہیں ہمارے جنت میں داخل کر لو. صلوات بر محمد وآل محمد. غور کیجئے دنیا کے لوگ تو قبر سے اٹھ اٹھ کر پہلے موقف حساب پر آئیں گے, اور صبر کرنے والے سیدھے جنت دروازے پر. لیکن کیوں کیوں؟ اس لیے کہ جنت ان کے صبر کا اجر ہے, اور خدا کا وعدہ ہے, خدا کا وعدہ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبروں کا بے حساب اجر ملے گا. اب وہ سیدھے جنت کی طرف نہ جائے تو کدھر جائے؟ ہاں, اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وعالم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ جب کسی بندے کا ہم اس کی جان, اس کی اولاد اور اس کے مال کے معاملے میں امتحان لیتے ہیں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا حساب لینے میں مجھے شرم آئے گی. اللہ اللہ, تمام گنہگار تو خدا سے حساب دیتے ہوئے شرمائیں گے اور خدا صبروں سے حساب لیتے ہوئے شرمائیں گا. جبکہ صبر کی اہمیت واضح ہو چکے تو اب دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ صبر کیا چیز ہے, یہ صبر کیا چیز ہے جس کے اتنی اہمیت ہے. عام طور پر تو اس کی حقیقت یوں واضح کی جاتی ہے کہ جب انسان پر
کوئی مصیبت آئے تو وہ اسے نہایت برداشت کر لیتے ہیں. اس کا نام ہے صبر. نیز باوجود طاقت اور قوت انتقام اگر کوئی شخص اپنے دشمن سے بدلہ نہ لے تو اس کو بھی صبر کہتے ہیں. مگر اس قسم کا صبر ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے. بڑے دل والے، بڑے جگر والے، بڑے عالی ظرف کا کام ہے. واقعاً کم اور بہت کم ہے ایسے لوگ جو یہ دیکھتے ہیں کہ دشمن کی طرف سے ظلم پر ظلم اور ستم پر ستم ہو رہا ہے. اپنے پاس طاقت بھی موجود ہے، قوت انتقام بھی موجود ہے، چاہے تو آن کی آن میں دشمن کا کلا کما ہو جائے، مگر نہیں، وہ بڑے عالی ظرف ہے، ضبط کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور بدلہ نہیں لیتے. آپ غور کریں گے تو صبر کی کئی قسمیں نظر آئیں گی. عبادت میں سختیاں اٹھانا بھی صبر ہے، اپنی خواہشات کو ترک کر دینا بھی صبر ہے، جہاد کے موقع پر بہادر کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھانا بھی صبر ہے، اپنے غصوں کو پی جانا بھی صبر ہے، برائیوں سے بچنا اور زہد و تقوی اختیار کرنا بھی صبر ہے. جس طرح صبر کی اتنی قسمیں، اسی طرح صابروں کو بھی دو قسمیں ہیں. کچھ تو ایسے صابر ہے کہ جو مصیبت کو مصیبت سمجھتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں مگر صبر کرتے ہیں. اور کچھ ایسے صابر ہے جو مصیبت میں تکلیف کے بدلے لذت و کیف محسوس کرتے ہوئے صبر کرتے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک اللہ محبوب ہے. اللہ محبوب ہے، پس محبوب کی طرف سے جو چیز آ گئی وہ بھی محبوب. اب اگر اس کی طرف سے امتحان ہے تو وہ بھی محبوب، اور امتحان کا ذریعہ مصیبت ہے وہ تو بھی مصیبت بھی محبوب، اور اس امتحان محبت میں جو کامیاب ہو گیا اس کے لیے بشارت موجود. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے رسول، ایسے صبر کرنے والوں کو جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑی تو وہ بے ساختہ بول اٹھتے ہیں، ہم تو خدا ہی کے ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. خوشخبری دے دو. صلوات بر محمد و آل محمد. سچ ہے، ہر شے پر صبر کرنا اہل بیت رسول ہی کا کام ہے. ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ اصحاب میں سے جو کوئی افلاس اور غربت کے بعد مالدار اور دولت مند ہو جاتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ تنگ دستی میں تو صبر ممکن تھا، اس لیے کہ طاقت گناہ نہ تھی، سامان معشیت نہ تھا، مگر اس حال میں صبر ذرا مشکل ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس منزل پر صبر مشکل اس لیے ہے کہ عمارت و ثروت میں پھنس کر انسان اکثر یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے. اسی بنا پر قرآن نے متوجہ کر دیا ہے، یا ایو الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایماندارو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کرے. اور آن حضرت نے اپنے بعد میں آنے والے زمانے کے لیے پیشند گوئی بھی کر دی تھی کہ آگاہ ہو جاؤ کہ ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں کوئی ایسا بادشاہ نہ ہوگا کہ جس نے ظلم اور ستم سے بادشاہی حاصل نہ کی ہو، کوئی ایسا دولت مند نہ ہوگا کہ جس نے بخالت اور دوسرے کا مال غصبی اور کر کے دولت مند نہ بنا ہو، کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جس نے اپنا دل و ایمان چھوڑ کر دوسرے کی دوستی حاصل نہ کی ہو. سنو،
اس زمانے میں باوجود طاقت اگر کسی نے اپنے حال پر صبر کیا تو اس کو ایسے 50 صدیقین کا ثواب ملے گا جس نے ہماری تصدیق کی ہوگی۔ صبر کے سلسلے میں تمام کریا آپ کے سامنے ہے، لیکن اس میں تسلیم و رضا کی منزل سب سے آگے ہے۔ اپنی مرضی کے خلاف کوئی امر واقع ہوتے دیکھنا اور بادل ناخواستہ اسے برداشت کرتے رہنا اور بات ہے، لیکن اپنی مرضی کوئی نہ ہو بلکہ جو مالک کی مرضی، وہی اپنی مرضی، اسی پر راضی، اسی پر خوش۔ ادھر سے جو مال جائے اسی کے ساتھ وہی تسلیم۔ ہاں یہ منزل ذرا دشوار ہے، اور اس منزل پر تو وہی قدم رکھ کر سکتا ہے جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ ان کی اپنی مرضی کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ اور اگر آپ کو اس تسلیم و رضا کا منظر دیکھنا ہے تو آئیے کربلا میں، آئیے کربلا میں حسین کو دیکھیے۔ بڑی سے بڑی مصیبت سامنے ہے مگر مرضی معبود کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ کوفہ اور شام کے بازاروں میں آئے اور سید سجاد کو دیکھیے۔ ماں بہنوں پھپھیاں بلوے عام میں سر برہنا ساتھ ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں ہتھیلیاں ہیں، گلوں میں توکے خاردار ہیں اور سلے تسلیم خم ہے۔ علی کے پوتی کو اپنے کنبے کو ساتھ رسن بستہ ہو کر معاویہ کے بیٹے کے سامنے جانا ہے اور سرے تسلیم خم ہے۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب ہم لوگ توکو زنجیر میں گرفتار دار العمارہ کے دروازے پر پہنچے تو دختران فاطمہ کو پاؤں دربار کی طرف نہ اٹھتے، اس لیے کہ وہاں 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم اہل بیت کو بیروں اور بکریوں کی طرح ایک جگہ باندھ لیا گیا۔ اس طرح کے رسی کا ایک سیرا تو میرے گلوئے مجروح میں بندھا ہوا تھا، بازو اور میرے پھپھی زینب اور ام کلثوم کی جکڑے ہوئے گلا میری بہن سکینہ کا بازو رقیہ کا بندھا تھا، اور اسی طرح سب بیبیاں اور بچے بھی اس میں بند تھے۔ اور ہم اہل بیت میں سے اگر کسی کا قدم آہستہ اٹھتا تھا تو اشکیہ سروں پر نیزے مارتے تھے۔ الغرض اس طرح کشاں ہمیں تخت یزید کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا اے یزید ذرا سوچ کر بتا کہ اگر جناب رسول خدا ہم لوگوں کے تیرے سامنے اس حال میں دیکھتے تو کیا کہتے۔ یہ سن کر اس شکی نے گردن جھکا لی اور حکم دیا کہ ان قیدیوں میں رسیاں کھول دے۔ راوی کہتا ہے کہ ظالموں نے وہ رسیاں اس طرح کس کر باندھی تھی، ہر چند کوشش کی مگر نہ کھل سکی۔ بالآخر وہ رسیاں ان بے کسی کو گلوں اور بازوں سے کاٹی گئی۔ اس کے بعد امام حسین کا سرے بریدہ تخت کے نیچے سامنے ایک لگن میں رکھا گیا۔ جو ہی بہن کی نظر بائی کے خون آلود سر پر پڑی تو بیتاب ہو کر سر و سینہ پیٹنے لگی۔ ہائے بھائی، کل کی بات ہے کہ تمہارا یہی سر کبھی نانا رسول خدا کی آغوش میں، کبھی بابا علی مرتضیٰ کی گود میں، کبھی ماں فاطمہ زہرا کی سینے پر رہتا تھا۔ اسی کو ظالموں نے کبھی نیزے پر چڑھایا، کبھی گورے
کے شکار بند میں باندھا، کبھی شاخ درخت پر لٹکایا، کبھی صندوق میں مکفل کیا، اور آج اس ذلت سے یزید کے سامنے رکھا ہے۔ یہ کہہ کر تائے زب نہ رہی، بری اور لگن سے سر اٹھایا، سینے سے لگا کر بار بار سوکھے ہوئے ہونٹوں کے بوسے لیتے تھی، کہتی تھی بھائی بھائی تیرے بہن تیرے ان سوکھے ہوئے ہونٹوں پر نثار، جس تین دن پانی نہ ملا، تین دن پانی نہ ملا، بھائی یہ بہن تیری ان آنکھوں پر قربان، جس میں شدت اور تشنگی سے ہلکے پڑ گئے ہیں۔ بار الہ تجھ کو واسطہ محمد والے محمد کا اس کل داداری کے تیری درگاہ میں تو قبول فرما۔ بار الہ تجھ کو واسطہ محمد والے محمد کا، جو جو بیمار ہے ان کو شفاعت اور صحت کامل عطا فرما، جو جو قرضدار ہو ان کو جلد سے دور فرما، ہماری اموات کو تو بخش دے، ہماری عاقبت کو تو بخیر فرما، بحرمت سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیک یا خدیجۃ الکبرى، السلام علیک یا حسن المجتبى، زیارت وارث، السلام علیک یا وارث آدم آصف قوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفى، السلام علیک یا ابن علی المرتضى، السلام علیک یا ابن فاطمة الزهراء، السلام علیک یا ابن خدیجة الکبرى، السلام علیک یا ثوب الله وابن ثابت والوتر الموتور، اشهد انك قد اقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سميت بذلك فوذيت به، يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المتحرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدرهمات ثيابها، وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر الذكي الرضي الزكي الحادي المهدي، وأشهد أنك الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والقوة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي
وقلبي لقلبكم سير وعملي لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة حضرة علي أكبر عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة فؤاد ماتيز. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي الزكي الناصر، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي تبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنتم معكم فافوزا معكم. زيارة حضرة عباس عليه السلام. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد محامي الناصر والأخ الدافي عن أخيه المجيب إلى طاعة الرب. الراغب فيما زهد فيه خير من الثواب الجزيل والثناء الجميل، والحقق الله بدرجة أبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى تسعة المعصومين من ذريتك، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن. أجل الله فرجا وصحن الله مخرجا وذخورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم.